طلع البلاد باسمي. علقت السيارة ما كانت صارت تغزل فينا، قام بي قال له يا خيي ردنا على البيت، خليه يموت بالبيت قبلناش نموت على الطريق. نروح ماشي سيرا على الأقدام بحوالي 10 كيلومتر. 20 فان تقريبا هيك شيء. احنا خيي باي ما حدا غريب عن حد. قدم أجدادها من بلدة حراج للكسروانية وتوزعوا في مناطق متقاربة من بعضها عقارياً لتصبح شيئاً فشيئاً بلدات مستقلة عن بعضها إدارياً، تعتبر بمثابة الأم لها حتى ذاعت شهرتها بوادي أم علي. إنها بلدة بيت مشيك البقاعية. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً فيكم، نحسب معكم بيت عتيبة. العحب المرتضى الله جبلنا، رجال النور عم تحمي جبلنا. قالوا مين مثلك يا أبو هادي، الجبلنا كرامة وعز أغلى من الدهاية. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا الله يعطيك العافية والله أجركم. أهلا وسهلا فيكم، تكرم عيونكم. أهلا وسهلا فيكم، هاي ضيعة ضيعتكم. على بعد 19 كيلومتر عن مركز قضائها بعلبك تقع بلدة بيت مشيك التي تتسع مساحتها إلى 1398 هكتاراً وتعلو عن سطح البحر حوالي 1300 متر. ملت الشمال اليمونة، ملت الغرب العقورة، ملت الإبل الجنوب طرية. نحن بنبعد شي 86 كيلو عن بيروت، يعني بـ 86 كيلو. هان إذا بدك تروح على ظهر البيدر بـ 86 كيلو، يعني إذا بدك تروحي عجوني لهان يعني مثلا بدك نص ساعة بكوني بسحجوني من عنا من هان عفاري. غالبية سكانها من آل مشيك، جدهم أبو مرعي، أما أم علي فهي المرأة الكريمة التي سمي الوادي باسمها. كل مشايك من هم لش مصار بشوف كل مزرعة إلي اسم نسميه باسم المرأة. صارت تليق الجوف والطعم وتياخذ الجاي سمعاني، طلع الوادي باسمي، صار يقولوا وادي أم علي. عزمين جدي عاش 125 سنة، عزمين جدي وعزمين إبي وادي أم علي. صندوقها 1450 منتخب. إذا بتجي بالصيفية يعني بتصير زهقانة، بدك تمشي على مهلك من الأولاد والناس. يعني عدد سكان ضيعة وادي أم علي بحدود 4800 مواطن، بحدود يعني شي 200 شخص 300 شخص مش أكثر من هيك. على مرايجة، على الليلكة، على العمروسية، يعني بالمناطق هاي توزعوا، يعني أهل القرية توزعوا بين هالمناطق هاي، أكتريتهم بحي العمروسية يعني. وفي مرويات الشيخ علي بن أبي عبد العالي الميسي جاء أن عائلة آل مشيك كانت تحكم حراجل ونواحيها حتى بداية العهد العثماني، حيث حدث خلاف مع الولاة العثمانيين بسبب جباية الضرائب فنشبت حرب عليهم ونسح الكثير منهم إلى بلدة أفقه، فيما من بقي في حراجل لجأ لاستبدال الاسم باسم آخر هو أبو خليل، والذين فروا من أفقه إلى بلاد بعلبك بقيوا على اسم مشيك. مشيك عائلة تعود أصولها إلى نسل الأمير علي بن مهزيار، أما بلدة بيت مشيك فقد عاصر أهلها حقبة الاستعمار والمجاعة. حكي لي جدي يا اللي إذا شوي جلد عنز شوي يسخنه ويكله من الجوع، والله وحق من أخذ روحه يعني. يقول لي لأمه شعير من الخايل الفرنسوية وياك،
وحياة ست وحياة الزهرة. كانوا يجوا لهون؟ لا، وكل واحد عبد مشايت وثمايل عديني هاي مجدي وعيلة الفرنسي. ايه يقول لي كيف يجوع ميدك عائب المياه. يقول لي لموا الجود للبطيسة وسخناه وياكلوا. عشان اليوم هذا ما وصلنا لي. يصلون ويصومون ويستفتون شيخ المنطقة ولو مشيا على الأقدام، ويحيون ذكرى عاشوراء وترتدي نساؤهم الحجاب، حتى أن بعض كبار البلدة ذهبوا لأداء فريضة الحج بحرا. حاجة جابي من ساعة لسا كبرت شوي عند أهلي. ايه وتحجة بعد الحج. جدة عاش 125. كان واعي؟ ايه كان واعي لكن راح الحاج قبل ما حد العالم كل. ايه راح بالباخرة على الحاج. معني راح لعنده 100 مرة صحابي. الله يرحم. يوم اللي اختلف ويجي على حصينية عب علبك. هاي حصينية تحت. يجي علي مكمكر العينين بينين. معني يعد عنده بعرف. مكمكر عيناي دائم شن بينين. الله يرحم. روحنا لعنده على الجبل. كنا بالاساس نحن اسلام نعرف الاسلام هاي. وقت اللي اجوا هني صاروا هني يعلمونا كيف ومكي. يعني نحن كنا نصلي صحيح نصلي ونصوم وكل شيء، بس كيف وليش ومن الولي الفقيه وكذا ومن المرجع، وهذا الشغله ما حدا يعرف. لم يكن في البلدة مسجد منذ القدم، كانوا ينصتون إلى مآذن القرى المجاورة وينادون مشايخها لإقامة الصلاة. من جميع ما يأذن بودها ونايق ونقدم على الصيعة. كيف فاهم شيخ تاير بودي؟ بودة خبروني. عندنا ما كان جوين شيخ. خبروني إنه عبكر الصيام عبكر الصيام ويزيحوا. صلاة ميت كذا يستعينوا بشيخ من ضيعة اللي بجارنا هون، يعني بوداي هي. من 3 سنوات أنا في بيت مشيك، كل بيت مشيك 7 قرى أزورهم جميعا وأصلي في مساجدهم وأمهم في الصلاة ويشاركهم بأفراحهم وأتراحهم، يعني بالموت بالزواج بمشاكلهم، نحن نعيش معهم مشاكلهم فرحهم جميع. يعني عندنا هون بالنسبة للمنطقة من أهل الضيعة، يعني من سكان هيدي الضيعة لحديت هلأ، نحن نتمنى أنه يصير في شيخ ويدرس حوزي وكذا، ولكن الظروف ما بعرف كيف عم تسائب. بنت البلدة مسجدها وأسمته على اسم أبي الفضل العباس عليه السلام، وألحقت به ناد حسيني لإقامة وأحياء المناسبات الاجتماعية والدينية. أخوة المؤمنين منهم المختار المرحوم من سنة توفاه الله، وبعض الأخوة المؤمنين قاموا بجمع التبرعات طبعاً، ومن الأخوة المقاومة الإسلامية ومن المجلس الشيعي ومن كل أهل الخير، يعني جمعوا من أموال وقاموا ببناء هذا المسجد المبارك إن شاء الله. خيرين بالأساس أسسوا الشنجات وكذا، وبعدين إجا جهاد البناء سلمني إياهن جهاد البناء ودفع التكاليف جهاد البناء. أهل البلدة كانوا متعطشين لمعرفة المزيد من الأحكام الفقهية العملية والعبادية، وهو ما جعل مسجدهم يعمر بهم. هون يوم الثلاثاء دائماً منزورهم منصلي معهم. إذا في مريض منزوره مثلاً، كل ما يعني يعانون منه في يحتاجونه من مسائل الدين يسألونني عنه. أنا بدعي الأخوات في مجالس، يعني كل الأنشطة الثقافية إنه أنا بشارك فيها. أكيد في مجالس عاشوراء، يعني هون يعني هون مجالس أسبوعية، ولكن في مجلس عاشوراء
للجميع لكل آل مشايك بقيموا بمجمع الباقر عليه السلام. الأحياءات عاشوراء بنعملها بالحسينية بأيام عاشوراء، بالخصوص أيام عاشوراء العشرة أيام بنعملهم بالبيوت، لأنه طبيعة منطقتنا الجغرافية بيوت بعيدة شوي هيك عن بعضها، فما منعذب الأخوات إنه من حي لحي، فبيجتمعوا بالبيوت. وفي عنا مشاركات خارجية بإحياءات، في عنا كمان بقلب الضيعة نشاطات إحياء مجالس عاشوراء، إحياء مناسبات، ولادات، استشهاد. إجمالاً هيدي هي النشاطات اللي منقوم فيها، دعاء كميل، دعاء التوسل، كله هيدا عبر الهيئات النسائية. عملنا دورات عبر جهاد البناء، عملنا دورة تزيين شوكولا، تزيين جاتو، عملنا دورة لزراعة الزعتر. في نشاطات كشفية عنا هون بالضيعة وهلأ هي مستمرة. يلتم الأهالي على بعضهم في السراء والضراء. كس بعضنا كتير ولاد العام، نحن خيل باي، ما حدا غرايب عن حد، يعني جيراني والله أنا عايزة رايب يعطونا، كنا منيح كتير بكس بعضنا ما بينا شيء. بأي شيء كانوا أفراح ولا أكراه يعني نشارك مع قرايبنا، هني أهلنا. وخص هلأ عفوا كمان بموضوع أني موجود بالبلدية، كمان بعض الشباب يمكن من زملائنا نقبل رئيس وهيك، كمان منضل نشتغل على شغلات أنه فلان أنه كذا منساعدهم. السعي وراء العلم لم يكن وليد اليوم، فالجيل السابق ما زال يتذكر عشرات الكيلومترات التي كان يسيرها ليتعلم، أما الجيل الأقدم فيستحضر الأبجد هوز. يعلموا درجة عرجة ألف بي تي سي مثل عبد الصار غيره، شو شاهر يقعد بأوضة ويجمعوا للبلية، وعبد الصار مش مصلاش تينهم الله يرحمه. يعلم بالبيوت. بالبداية كنا بمدرسة الضيعة تمهيدي وأول والثاني والثالث، جينا انتقلنا لبوداي مدرسة خاصة، نروح ماشي سيرا على الأقدام بحوالي 10 كيلومتر بين روحة ورجعة، أيام تلج وسقعة وشوب وحرارة، وفي وحوش كان وحوش ضارة، بس من خاطر يعني نروح عبر مجموعات من التلاميذ، يعني كنا بحدود 20 أو 30 ولد نروح من هون على بوداي، نروح ماشي مع بعض ونيجي ماشي، وأكيد كنا ننعرك بالوحل ونوقف عند الأنا في أنا نمسح صبابيتنا أجلكم الله ونكفي عن المدرسة وبعد الظهر. بنات وصبيان ولا بنات وصبيان. بقي حال الأولاد والبنات كما هو حتى أواخر الستينات، حيث تم بناء صرح تعليمي رسمي بسواعد أبناء البلدة، صرح دام 40 عاماً. يعني هاي بالدكتور بال67، يعني إجا رئيس الشعاب الأستاذ رئيس الشعاب من وادي فعرة، إجا أول أستاذ عليها، يعني فتح كيف في غرفة وحدها يجمع هالتلاميذ كليتهم مع بعضهم لحتى يعطيهن الدرس. يعني الأراضي قدموها جدودنا، هاي أراضي مشاع للدولة، بس بتعرفي مقسمين الأراضي على عدة شباب، يعني قدموا لهم اياها للدولة والدولة قدمت البناء، وكانت مدرسة ماشية وممتازة، في عنا كان كادر تعليمي لحدود المتوسط. يعني بسنة السبعين كان فيها 16 أستاذ يدرسوا، وفتحنا صار فيها بريفين، تالت المدرسة 114 طالب، يعني هاي المدرسة صار فيها، وعمرنا زدنا عليها البناء دغري، يعني أهل الضيعة، يعني طبعاً أهل الضيعة من كل واحد 5 ليرات 10 ليرات كل واحد حسب مقدوره، هاي مبنية من أهل الضيعة، الدولة فرانك ما نحط فيها الدولة هيدا البناء. هديك اجت البناء التحتي اجت تعول اليونيسف، عملت هاي الغرفتين زادت علينا هاي الأربع غرف، واجت اليونيسف عملت هاي التصويني هاي والوحدات، بس هيدا البناء أهل الضيعة.
تعلمنا فيها، وبعد ما العالم الحرمين يعني مثل ما كل القطاعات تأثرت، الزراعة والصناعة والتجارة بالتسعينات، أكيد قطاع التربية لحقوا ضرر كبير بفعل هاي السياسات المعتمدة من الدولة اللبنانية، خاصة بالريف اللبناني. انتقلت معظم الناس بالضيعة إلى بيروت. كان فيها بريفي هاي المدرسة قبل ما فتحناها بلدية. هلا بس الناس صارت تفلفل على بيروت، ما ضل سكانها، سكرت المدرسة. المدرسة وقفت تقريبا بحدود ال 2000. زين بذكرني بايام، صار لها الدكان 40 سنة. ماش عمرها نهار يعني. ايه وصارت تخاف تخاف، تكتر الاولاد وتخف الامور. يلا. وتفلوا على بيروت العالم. وتفل العالم على بيروت. أبناء البلدة الذين لم يستطيعوا إنعاش مدرستهم توزعوا من جديد في المدارس المجاورة، والفارق اليوم سهولة المواصلات، ومن لم يستطع اللحاق بالجامعة في بعلبك وزحلة سكن في بيت الطلبة في بيروت. في شوية معاناة بس العلم له حق. كان بزحلة ما في جامعات يعني، فتحوها مؤخراً الفرع بزحلة، ما في كل الفروع وكل الاختصاصات. بعدين بس بدي يصير ماجستير بدي انزل على بيروت، فقلت خلص ببلش من الاول من بيروت وبتعود على الجو وعلى كل شيء وبكفي فيه. بدي كمل ام 2، عم فكر اونكولوجي يعني علم السرطان، ولنشوف بي اتش دي اكيد دكتوراه حسب ما الله بيوفق. شغل أبناؤها الطب والهندسة والتدريس إلى جانب وظائف إدارية وعسكرية. تقريباً من التسعين وبالطالع معظم الناس عندنا هون يعني أقل بيت في 4-5 أساتذة أو ممرضين، أو عندنا دكاترة أكاديميين، عندنا أطباء مهندسين، عندنا يعني بتقولي 99% متعلمين. بالجيش اللبناني نسبة كبيرة، بالدرك عندنا وبالأمن العام في أمن دولي، في عندنا مفتش تربوي، تفتيش التربوي وزارة التربية. مين هو؟ أستاذ محمد علي مشاك. هو أستاذ ثانوي انتقل للتفتيش. في عنا كذا دكتور أكاديمي بكلية العلوم، في الدكتور حسان مشاك، دكتور مات بجامعة اللبنانية كلية العلوم بالحدث، وفي عنا دكاترة برا عم يدرسوا، دكتور مهدي مشاك بأمريكا، وفي عنا دكتور ساجد بكندا عم يعمل أمراض سرطانية. في عنا دكتور علي مشاك عم يعمل دكتور قلب بفرنسا. في عنا في عنا اطباء اسنان ببيروت فاتحين عيادات، اطباء تخصصي بعد ما عنا، بس في عنا 2 عم يتعلموا برا. في عنا ممرضات، في عنا معلمات مدرسه، يعني كله بيقوم الصبح وبيروح على شغله، و في نهضة اجتماعية شوي، بس إنه خارج الضيعة لأنه الضيعة شوي نائية. التبغ والقمح والحبوب والبطاطا والكرمة والتين والزيتون، يستثمر المزارعون أراضٍ في السهل والقرى المجاورة لزراعتها نظراً لقلة المساحات الزراعية في البلدة. هلا الضيعة طبيعتها إنه أرض يعني جردية وفيها صخر وفيها أشجار يعني، والفليحة قليلة يعني ما في فليحة زيادة يعني. يعني بتبقى العقارات الفلاحة محصورة بين دلم دلمان يعني، كلها مزروعات خفيفة يعني، قمح شعير عدس يعني هيك يعني. كان كل عايشين على الزراعة يعني وتربية المواشي يعني. ونا نزرع ونطيل على موسم ونأكل هاللومة.
ننزل نزرع معهم ونقطف الدخان وبصل وبطاطا. وحتى كنت نرعى مواشي مع بي، يعني أنا بي كان مربي الله يرحمه مربي مواشي، كنت بالترمينال وارعى مواشي معه، اجي من الجامعة وساعدوا فيهم الحمد لله. زراعة مثل كيف الزيتون وتين وهذا ما في شيء غير هيك، يعني هون في عند أرض مفتلحة يعني دولم أو دولمين أرض يعني حصة صغيرة، زراعة الدخان بتصير بالسهل أو هون إذا حدا عنده شوي بيزرعهم كمان. في 70-80% من الناس اللي موجودة هون بالضياع عندهم رخص يعني وبيزرعوا بيسلموا عليه مثلا 300-325 كيلو للدولة. حفظ الأغذية وتخزينها وتعليبها أمر لا بد منه في بلدة نائية بعيدة عن المدينة. بنحدد يوم إنه اليوم بدنا نعمل مكدوس، تجتمع العائلة كلها، منجيب المكدوس منسلقه ومنحطه ليصفي، تاني يوم نعمل الحشوة ومنقعد من عشية. أكيد لازم تجتمع لأنه هذا الشغل بده كترة كمان، وحلوة العائلة تكون مجموعة. بنعمل مقدوس، لبنة، لفت مخللات يعني، لفت، خيار، مقتي، ورق عنب، وبنعمل كشك كمان، هذا أهم شيء الكشك. بنعمل ملوخية، بنيبس لوبيا، زيتون، عنا زرعين زيتون نحن، بنكبس وبنعصر كمان زيت. من مون حمص، من مون عدس، من مون زائت، من مون حلو، من مون مقدورنا، بنحط للسوف المشمش كل كيلو مشمش كيلو سك، نعمل 5 كيلو بنحط لهم 5 كيلو، نغلين على النار شوي ليقطروا ومنقيمهم بيصيروا ما في مين. ليستمر الزرع وجني الثمار لابد من تأمين مياه الري، وليصمد الأهالي في ديارهم لابد من وجود مصادر لمياه الشفا. يملعوا خمير، يملوا من العلية ومن بوذة، ما يملوا على الخمير كيف فيه، لا في مكانيات ولا في بكبه. طلعت وترجع يا خيتي يميعة، يعني خصة يوم البيت شتي خفاي ما فيك ضال تخرب هالأرض، تخاف الماء، بيبعتونا أيام، بيبعتونا أيام، منشتري مشترى أيام هايك أيام هايك. كبير ماي بحشيش الدولي، والحزب ساعدنا كتر خير جابونا ترمبي ونحن ماي معنا. ايه نحن اجينا مساعدة بإجازة نص المبلغ تقريبا من الحزب، من حزب الله ومن سماحة السيد، وعنا نحن دفعنا المبلغ الثاني حتى كفينا المبلغ الإضافي، كفينا حق الغراض الترومبي والكابل. نقصه بدنا يا محطة كهرباء أو بير موتير كهرباء كبير لحتى يطلع الماء على وجه الأرض. في خزان تيجي علي مية اليموني، مية الدولة، بس ما عم تيجي، صار لها 3-4 سنين هاي المنطقة ما فيها شيء، لا كهرباء لا ماي ولا شيء، محرومة من كل شيء، صرف صحي ما في. عانى الأهالي من الحرمان على مر السنين، فصحتهم كانت على محك سرعة النقل، والثلج كان يعرقل وصول مرضاهم إلى أقرب مشفى لتلقي العلاج. من طريا لليموني، هاي منطقة الحرمان والبأس يعني، أو إذا واحد مرض واحد بده يحمله لحتى ينزلوا فيه لتحت، ليقربوا على الطريق لتحت ليقدروا يوصلوا على المستشفى. مرة أنا من الجملة اللي حملني، الله يرحمه توفى علي محمد علي، توفى تسممت بالله الساعة 12 كان عنا، قام حطني معه سيارة تويوتا صغيرة، حطني وجيبني لهنانية لقدام بيت المختار هذا بيته يعني، عرفت شو؟ علقت السيارة ما كانت، صارت تغزل فينا، قام بي قال له يا خيي ردنا على البيت، خليه يموت بالبيت قبلش الموت على الطريق، وخلص للصباح ربيح، شو بيصير؟ الله فرجها للصبح. الصبح صاروا يعملوا لي ساخنة وهيك، رجع الله يسر انه سقعة وزمات. زميلي عضو بالبلدية علي قاسم الحج علي، عمه كمان مات هال لأنه كمان لا في سيارات ولا في شيء، وراح طبها سكتة قلبية ومات،
الساعة 12 الظهر. تلج؟ أكن تلج الدنيا، بس إنه في تعب، بس أفس حتى في السيارة. ما في السيارة اللي تنقلني على المستشفى وتوصليت، وإذا في كان ببعلبك ما في مستشفيات. يعني إذا بدك تنقلي كان مستشفى الحكومي بس، أو بدك تشيليه على زحلة، وغير هيك ما كان في. وبدك لتوصلي من هان لبعلبك بدك ثلاث أرباع ساعة، إذا طرتي بالسيارة لتاخذ معك نص ساعة، إذا طرتي إذا سواقة طيارة، حتى كنت طرقان شعار بتعطير يعني. مستوى تبعنا عم نتابع مع الصليب الأحمر ولنشوف، وعدينا إنه يجوا لعنا، بعتقد هيك يعني لنشوف شو الله بيسره. الهيئة الصحية بتجي كانت أسبوعيا لعنا على الضيعة. هلا عم من وقت كوفيد 19 وهيك عم بشتغل إنه وعي العالم على التطعيم، إنه لازم هن ياخذوا الطعم، في ناس بيرفضوا، بعض بعين إنه لازم تاخذوه، وشو مخاطر هيدا المرض، شو أهمية الالتزام بالكمامة والتباعد، ولقدام أحلامنا إن شاء الله حسب ما الله بيوفقنا. اليوم في ظل الانقطاع شبه الدائم للكهرباء وافتقارها لمؤسسات تموينية وغذائية، يفتح دكان صغير بابه كل صباح، ويساهم أصحاب النقل الذين يتجاوز عددهم العشرة في نقل الأهالي من المدينة إليها حسب الطلب. على الكهرباء يا أما على اليو بي اس، بيجيب بطارية وعلى اليو بي اس وبيشغل على البطارية. داكن وسوبر ماركت ما فيهم، ما الدكان يعني صغير كتير، صغير جدا. 20 فان تقريبا هيك شيء بالضيعة، بس هني أكتريتهم سكنين ببيروت. اللي بيترددوا لهون على الضيعة هو واحد منهم أنا، وفي خمسة ستة كان يعني بيترددوا، يعني بيتصلوا فيهم ريبهم ولاد عمهم ولاد خالهم جيرانهم، بيتصلوا فيهم إنهم بيكونوا ببيروت بيجيبون على الضيعة، ومن الضيعة بياخذوهم على بيروت. مؤخراً تم استحداث بلدية مؤلفة من 12 عضواً بناءً على الطلب المقدم من مختاري وأهالي البلدة للمديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات، فالبلدة لم تكن ممثلة إلا بمجلس اختياري وعضو في بلدية شمسطار، وفي عام 2014 صدر المرسوم بتشكيل البلدية. هاي أول دورة يعني بالبلدية، نحن كنا تابعين بالأساس لشمسطار، اشتغلنا نحن هذا الشغل من أول ما بتوصل إلى الضيعة لهال لعند الجامع لهناك للبيت هداك، هذا كله مشتغلته البلدية. يعني الحمد لله إنه طلعت ثلجي خفيفة بس فيها جليد، مش الحال تبقى نفتحها البلدية على طول، تبقى تفتحها يعني تسكر شي مرة سكر؟ لا سكر بالليل، نقوم الصبح نجيب تراكس ونفتحها. بكل شيء إذا لا سمح الله يعني عندهم حالة مرضية، في تسكير طرقان من الطقس بنفتح طرقان أكيد، إنجازات يعني جرق طرقان وحيطان، وعملنا الإنارة تثبيت إنارة. عندنا الشهيد ناجي علي سليمان مشايك، كمان الشباب يمكن يعرفون أكثر، في عندنا نعم استشهد ببيروت، في عندنا كمان شهيد بيقولوا له علي محمد علي، وفي شهيد اسمه محمود عجاج، هذا كمان حركة المقاومة اللبنانية. أنا عندي أخ استشهد بمليخ، وإجا هو على التعبئة، وبعدين أخذوه حتى هو خي كان بالأول مع الصاعقة ومع الفلسطينية ومع جبهة والعباس، يعني عنده خبرة كتير، واخذوا وراح ليعمل عملي واستشهدوا هن 12 واحد. سياق الحديث عندما كان عم يتحدث المعمرجي سمير مشايك، سقط خيو شهيد اسمه سميح، اسم العسكري ما مش داري شو اسمه، ضل حوالي 45 يوم وقتها بشباط ب 92. شهيد سميح هو عطى درس لكل الشباب، لانه كان هو من الفدائيين، يعني اللي كان يدخل اراضي، ليس أراضي إسرائيل، هي أراضي فلسطين المحتلين، يدخل كذا مرة كان قبل الاستشهاد وعمل عمليات وعمليات ترفع. إنها بلدة بيت مشيك
مع تواضع وكرم أهلها وروحيتهم العالية وجمال طبيعتها، ترحب بكم بحفاوة وحب في ساحتها الهادئة وبعيون كبارها الطيبين الممتنين لكل خير والعازمين على البقاء بكرامة وفخر. الله يسرنا السيد حسن، والله من جهتي أني هذا وحديني بدي معلنوم السيد حسن لما أقول من الجوع، وكنت افتص من السنة. الله يرحم الشهد. بلا بيسألوني بقول لهم أنه ضايعة خرجت كتير شهداء، أكيد خرجت مجاهدين وخرجت دكاترة وأطباء ومهندسين. الوقت اللي خلقت أنا قاعد فيه ما بفل عبيروت، كل الناس فلت عبيروت، أنا ما بفل بنوم متمركز وقاعد هون بالضيعة. حبك تاي ضيعتي في مثل ضيعتي في مثل قعدتي. اللي فيها الذكريات، بحبها كثير، بحب كثير الضيعة. شكركم واهلا وسهلا فيكم، وبتمنى انه اذا بيوصل صوتنا يلتفتوا لموضوع المي، اهم شيء، لانه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. انا بتصور اذا بتتامن المي يعني بنعمل اكتفاء ذاتي بالصيف مينيموم. الله يخليكم واهلا وسهلا فيكم، ضيعتكم وانتم عيوننا، وما تخزنوش اذا قصرنا.